تتهمكم المعارضة بتسريع تفويت صفقة النقل بالقنيطرة، وكانت حجتكم هي توفير النقل قبل انطلاق الموسم الدراسي. والآن وبعد 3 أشهر من تفويت الصفقة، يتساءل المواطن القنيطري أين الحافلة؟ في البداية ترحبوا بالإخوات ديال كينيترا 36، وكما قلت احنا منفتحين على جميع الإخوة الصحفيين بدون استثناء، وحنا عمرنا ما تنشوفوا الخلفية أو اللون ديال أي واحد جلس معنا. بالعكس، حنا كنعتبروا أن الإخوان الصحفيين الدور ديالهم هو نقل المعلومة الصحيحة للمواطنين من كل الشركاء والفرقاء السياسيين، وحنا كمسيرين ضروري اننا تلاحظوا اننا تنعطيو واحد الوقت وقيمه للاخوان الصحفيين باش غنديروا معهم هذه الحوارات. اكيد على ان هناك 4 محاور طرحتوا عليا في هذا اللقاء. حنا الحمد لله غادي نركزوا مزيان على هذه المحاور. اول محور اللي طرحتوا لي هو محور ديال النقل، واعتقد على ان النقل تكلمت فيه كثيرا، وانه من المحاور اللي هاد ال4 شهور الاخراني ورا 5 شهور كان فيه الحوار. دابا الحمد لله دزنا لمرحله اخرى، وان كما اشرتم ان المعارضه تتهمنا باننا قمنا بعمل متسرع لكي نوجد هاد الاتفاقيه مع الشركه الجديده. اكيد انكم تبعتوا معنا، وحنا كنا جد اسفين باش نحسموا مع الشركه السابقه ونحبسوا مع الكونترا ونلغيو مع الكونترا. قمنا بعمل مع بطلب من وزاره الداخليه على ان هذا العمل باش تكون الشركه الجديده تكون موجوده في سبتمبر اكتوبر نوفمبر تكون موجوده. حنا كما توصلنا دوزنا بجميع المراحل، وانتم تبعتوا معنا بالمراحل الاولى بالاستشارات مع العماله مع الداخليه مع الفرقاء مع كل شيء، باش درنا واحد دفتر تحملات واحد الاتفاقيه باش تكون عندها واحد القيمه كبيره جدا، وان يكون الكيت شارج ما غاديش ندموا عليه. وكل الاخطاء اللي كنا تنعتقدها كانت سابقه حاولنا بمشوره مع الجميع، مع المجتمع المدني، مع تقول المجتمع المدني ما يمكنش كل المجتمع المدني، مع بعض المجتمع المدني اللي الحمد لله احنا دائما في حوار معه، مع السلطات، مع وزارة الداخلية. ودزنا بعد ما كملنا المشورات وكملنا الحوارات، دوزنا هذا الشيء للجان ديال المجلس. بعد اللجان داز المصادقة في المجلس، بعد ما صادقنا عليه صيفطنا لوزارة الداخلية، داروا بعض التصحيحات سير وجي سير جي، وقد توصلنا اخيرا بالنسخة اللي هي موقعة مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية. هاد السرعة اللي درنا كان من النتائج ديالها، لأنكم ما كانش هاد الشيء، هو أن توجه جديد ديال تدبير المفوضات في النقل قلته سابقا، وهو أن ماشي الاستثمار ديال الشركة، لا، حيت الشركة عندها استثمار وعندها واحد الميزانية لشراء الحافلات. في قنيطرة عندها 27 تقريبا 27 مليون 270 مليون ديال الدرهم، اللي هي باش غتشري الحافلات جداد، اللي هما قلنا 140 حافلة. منها الشركة غتشري بلا موتي، وهو 135 مليون ديال الدرهم، وحنا يعني كجماعة مطلوب منا أننا نوفروا لها 135 مليون ديال الدرهم. في الحوار ديالنا الحمد لله لقينا أن الجهة ساهمت معنا ب 52 مليون ديال الدرهم فاصلة 5، وحنا ب 30 مليون ديال الدرهم، والباقي غتساهم به وزارة الداخلية. هذا الشيء كله اللي طرحناه، هذا الحوار راه جا بعد ما صدقنا عليه حنايا في الدوره، فكانت الدوره كذلك ديال الجهه اللي جات. فهذا الشيء كله الحمد لله تم بواحد السلاسه، بواحد الامور ما فيش سرعه، ولكن فيه ايجابيه، لاننا
الترونسبور في مدينة القنيطرة قلنا خاصو يكون موجود باش يكون مهيئ في 2021، وقلنا باش الإخوان باش ما يكونش الكذب على المواطنين وكذا، قلنا على أن الشركة غتدخل الأسطول ديالها من جانفي حتى لشهر 7، يعني من يناير إلى شهر 7. المواطن خاصو يشوف 140 حافلة جديدة تدور في مدينة القنيطرة جديدة. أونتر طون قلنا ودائما تنقول أن في هذا الشيء النقل على أننا دخل مول الشركة في حوار، وحنا كذلك السيد الرئيس دخل في حوار مع الإخوة ديال الدار البيضاء مع السلطات باش ناخذوا هذوك الحافلات اللي هما تيسيركلو في الدار البيضاء، واحد 80 حافلة، باش ندمجوها مع هذوك 38 اللي غيبداو يدخلوا في جانفي القنيطرة، وغادي نبقاو نخرجوا الحافلات او فيرا ميزور، يعني كل ما تدخل الحافلات الجديدة تنخرجوا هذوك الحافلات باش المواطن باش ما يكذب عليك حتى شي واحد. تنقولوا تنعاودها في شهر 7 الاصل والكونترا اللي عندنا مع الشركة 140 حافلة غتكون تتسيكولي جديدة، والقنيطريين ان شاء الله تيستحقوا الافضل. ولهذا ما فيش تسرع، تنقول الاخوان ديالنا في المعارضة احنا عمرنا ما كذبنا عليكم، عمرنا ما كذبنا على المواطنين. كان مشكل حقيقي ديال الترونسبور، كل شيء تعترف به، حنا اعترفنا به، وقلنا على ان مدينه القنيطره وصلت الى الكارثه فيما يخص النقل الحضري. والحمد لله كل، انا ما تنقولش المعارضه وحنا والسلطات، كل شيء ناضوا واجتهدوا باش نحسنوا هذه عمليه النقل، ونعتقد على ان عمليه النقل القنيطري الذي يستحق الافضل سيستحق الافضل في النقل، وان شاء الله حنا تنتسناو غير الزا تدخل الدار البيضاء الحافلات ديالها الجداد باش يبداو يخدموا وناخذوا دوك 80. اونتر طون راه حنا تنقولوا دائما ومازال تنقولوا راه في جانفي ان شاء الله غيبداو يدخلوا الحافلات الجداد باذن الله.